مشاهدينا، كشف قيس سعيد عن تأسيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس، وسيكون على رأس مهامها إعداد مشروع الدستور الجديد. وعرض سعيد الخميس على مجلس الوزراء الذي ترأسه مرسوما رئاسيا ينص على تأسيس الهيئة، مؤكدا أنه تم منذ مدة الإعداد لهذا المرسوم في إطار الديمقراطية، وشدد على أنه بدأ الإعداد لهذا المرسوم عن طريق الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي تم تنظيمها والإعلان عن نتائجها مؤخرا، معتبرا أن الاستشارة نجحت. إلى ذلك، أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه تم خلال اجتماع رئيسه عبد المجيد الزار بعدد من هياكل المنظمة التأكيد على ضرورة التمسك بالشرعية والنأي بالمنظمة عن أي تجاذب والتصدي لمن يحاول تجاوز نظامها الداخلي. وكان الاتحاد اعتبر الجلسة التي عقدها بعض أعضاء المجلس المركزي لاغية، معتبرا أنه رافقتها خروقات ومخالفات تجانب النظام الأساسي للاتحاد. يذكر أن المتمردين على القيادة الحالية للاتحاد تحدثوا عن دعم من سعيد لما يعتبروه تطهيرا للاتحاد. مشاهدينا، وأرحب بضيفي عبر الهاتف من تونس، دكتور عبد الوهاب معطر، الوزير السابق وأستاذ القانون الدستوري. أرحب بك سيد معطر. بداية، لجنة وطنية استشارية جديدة في تونس، ما الذي تعنيه؟ مرحبا أولا أخويا زياد، وتحية لضيفكم سي جلال. طبعا الوضع في تونس بصدد التدحرج نحو الأسوأ مع مرور الأيام، وطبعا قرره الانقلابي أمس في مجلس الوزراء أنه هو المضي في مشروعه المفتت للدولة المفتت لها لتنزيل الجماهيرية القاعدية التي يحلم بها، بقطع النظر عن كل المؤشرات الاجتماعية والسياسية التي تتناقض مع هذا الخيار، هذا الخيار الأسوأ الذي ذهب إليه. طبعا هذه اللجنة وهذا الحوار، سترون أن هذه اللجنة يعني مشكلة من أطراف نعرفها، معناتها أساتذة بينظفرين للقانون الدستوري، لكن باعوا ضمائرهم وباعوا حتى المعرفة والعلم الذين لهم في القانون الدستوري، لأن ما يقومون به هو مخالف تماما للقواعد الدنيا للقانون الدستوري. وأن الحوار الذي سيقوله ليس هناك حوار في الحقيقة، لأن أغلب تقريبا حتى الأحزاب التي ساندت اليوم ارتدت عنه وهي تنتقده لهذا المسألة. والموضوع يعني ما زال تقريبا شهرين، اليوم 25 جويليه باش يعمل هذا الاستفتاء، لكن لا نعلم ما هو هذا الاستفتاء، ما هو محتواه، ما هو هذا الدستور الذي سيضعه، ما هو القانون الانتخابي، ما هو قانون هذا الاستفتاء. إذا كان مثلا سيعمل قانون لا يأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين في الاستفتاء، فإنه حتى إذا شارك في هذا الاستفتاء 500,000، يعني تقريبا 5% من الناخبين التونسيين، وكانت الأغلبية بنعم، فإنه سيعتمده ويعتبره ناجح مثل ما فعل في الاستشارة التي قام بها في مارس، وكانت حقيقة فاشلة فاشلة فاشلة، لكن رغم ذلك الشخص يكابر ويقول أنها ناجحة. طيب، نحن يا سيدي أمام شخصية فريدة من نوعها، يعني قلت أنا شخصية كلينيكية يعني بعيدة عن الواقع، لكن الخاسر الأكبر هي البلاد. طيب، سأعود إليك دكتور عبد الوهاب. سيد جلال ورغي، يعني إذا لجنة دستورية جديدة هي جزء من المسار الانفرادي لقيس سعيد، السؤال كيف لهذا الرجل أن يسير بخياراته الانفرادية هذه نحو السلطة المفردة والمتسلطة دون أن يجد أي جهة في المؤسسات الرسمية أن توقفه أو تردعه؟ هو هذا فعلا سؤال مشروع، والحقيقة الكثير من التونسيين يتساءلون هذا السؤال، لأنه يعني بعد 10 سنوات كنا نعتقد ونأمل أنه هنالك ركون إلى القانون وإلى المعقولية يعني التشاركية وإلى حكم المؤسسات، ولكن للأسف الشديد
المخاتلة التي جرت من قبل قيس سعيد للتونسيين وللدولة التونسية حتى وصل إلى الرئاسة ثم استحوذ على كل السلطات. اليوم قيس سعيد يقيم تونس سعيد وجمهورية سعيد ومؤسسات سعيد، ويريد أيضا أن ينشئ الشعب سعيد. لا يسأل عما يفعل، ويعتقد أنه يحمل رسالة لا يحملها غيره، وأنه محصن من أي أخطاء، وبالتالي يفعل ما يشاء. والحقيقة أنه للأسف الشديد صحيح أن الاعتراضات يعني الرفض لهذا المسار يتزايد ويتوسع يوما بعد يوم، وخاصة مع أن ما يطرحه قيس سعيد لا يقدم أي إجابات على التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية وغلاء الأسعار وتراجع الحريات، وإنما هو يحلق في عالم آخر، جمهورية جديدة. أصلاً التونسيين في الأصل ليس معنيين بالجمهورية ولا بالدستور ولا التونسيون معنيون بأن يكون هنالك حكم معقول، حكم رشيد تديره مؤسسات تشاركية أفرزتها إرادة شعبية. وبالتالي بينما الرجل يعني يجدف بعيد في مسار غريب، وفي تقديري أنه سيصطدم في لحظة ما بأزمة حقيقية وسيواجه الحقيقة، وسيعني يقول الشعب كلمته بأنه لا يمكن أن يقبل. تونس في الحقيقة البلد العريق في المؤسسات حتى بشكل شكلي لم تعد كذلك. اليوم هنالك دوس على المؤسسات، سواء كانت مؤسسات يعني معبرة عن إرادة الشعب أو حتى مؤسسات مفرغة من مضمونها، هنالك دوس على جميع المؤسسات، دوس على جميع القوانين، دوس على جميع التقاليد، دوس على تجربة ديمقراطية على ما فيها من مؤاخذات هي مفخر للتونسيين في الحقيقة. نعم. والعرب. صحيح. اليوم تداس كلها، يراد لها أن تشطب، ويراد لنا أن ننصت لقيس سعيد، ويراد للتونسيين أن يسيروا وراء قيس سعيد يقودهم لجمهوريته الانفرادية التي لا تعبر إلا على أوهام في ذهنه. نعم. ولا يمكن أن تعالج بأي شكل من الأشكال التحديات التي تعيشها البلاد. هو يقوم يحاول اختراق كل المؤسسات سواء الرسمية أو حتى المدنية في تونس. دعنا نشرك معنا سيد خالد العراك، نائب رئيس اتحاد الفلاحين في تونس. أرحب بك سيد خالد العراك. ما الذي يحدث في الاتحاد الوطني للفلاحة في تونس؟ أهلاً وسهلاً، مرحباً، شكراً على الاستضافة. في الواقع يعني الوضعية في اتحاد الفلاحة هي محاولة تمت في اليوم الأربعاء الفارض، محاولة يائسة وبائسة لا علاقة لها لا بالقانون ولا علاقة لها بهياكل المنظمة، وهي محاولة للسطو على المنظمة ووضع اليد وتدجينها من مجموعة قليلة. ورئيس هذه المجموعة هو كان الرئيس النائب الثاني للرئيس، وقد وبتعيين من رئيس المنظمة سيد عبد المجيد الزهر. والسيد هذا يقول أنه بتكليف من رئيس الدولة، هو مكلف طلب منه رئيس الدولة تطهير المنظمة من رئيسها عبد المجيد الزهر. وطبعا كلمة التطهير هذه كل الناس يعلمون أبعادها العنيفة وأبعادها اللي ممكن تمس من السلامة الجسدية للإنسان المستهدف. ونحن اليوم في وضعية خوف حقيقي على رئيس المنظمة سيد عبد المجيد الزهر انطلاقا من هذه التصريحات المخيفة والعنيفة، واللي ممكن معناها تبدأ بفبركة الملفات إلى حدود الاعتداء الجسدي على حياة والاعتداء على حياة الرئيس عبد المجيد الزهر. وهذا المطلوب من الحكومة والمطلوب من رئاسة الجمهورية أن توضح لنا هذا الادعاء، وكيف لهؤلاء أن يقولوا أنهم مكلفون من رئاسة الجمهورية بالتدخل والوضع اليد على المنظمة بطريقة قانونية. المفروض أن رئاسة الدولة
رئاسة الجمهورية مؤسسات الدولة مستأمنون على القانون، مستأمنون على السير العادي لدواليب الدولة، مستأمنون على كل ما يعني السلم الاجتماعي، ومحاولات وضع اليد، محاولات الانقلاب، ومحاولات ضرب وحدة المنظمات واستقلاليتها، هي تعد من المسائل الخارجة على القانون والقضايا التي ليست مقبولة مطلقا ولا وليست في نواميس البلدان. نعم. وليست في نواميس الشعوب المتحضرة. طيب سأعود إليك سيد خالد. دكتور عبد الوهاب معطر، يعني السؤال المطروح، أين تكمن قوة قيس سعيد حتى يستطيع العبث بكل مؤسسات الدولة سواء الرسمية أو حتى المؤسسات المدنية مثل منظمة الفلاحة، حتى يستطيع أن يعبث بها بهذا الشكل وهي آخر مظاهر العبث من قبل قيس سعيد؟ نعم، سؤالك وجيه سيدي، لكن أين تكمن قوته؟ أولا هي تكمن في ضعف المقاومة له، يعني ضعفنا نحن كديمقراطيين كنشطاء سياسيين، الأخطاء التي ارتكبت في السابق التي واستثمرها قيس سعيد، هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية هو يعتمد على القوة الصلبة في الدولة، يعتمد على وزارة الداخلية أولا وبالأساس، يعني أصبحت هي ذراعه القوية، ونعلم اليوم ماذا يفعل في وزارة الداخلية ومن نصب هناك، ويعتمد على التسميات يعني جماعة الحشد الشعبي وجماعة التنسيقيات متاعه حتى في مختلف الجهات. طبعا هذا جانب. والجانب الثاني هو أن الجيش الوطني أيضا، لأن الجيش الوطني وإن كان عنده نوع من الحياد الظاهري فإنه يبقى يعني لم يقوم بدوره لحماية الوطن والدستور، لأن حقيقة ما يقوم به قيس سعيد اليوم هو يمثل خطر على الدولة التونسية، وبقطع النظر عن القيام على الدستور. لغير ذلك نحن بصدد رصد انهيار الدولة وتفتت المجتمع، وأنتم اليوم ترون مثلا أن القضايا الكبرى التي تستحق الاهتمام هي القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفلس الدولة والمديونية وغلاء الأسعار والمسائل البيئية، يعني والفضلات المتراكمة في مختلف المناطق في البلاد وخاصة في مدينة صفاقس إلى غير ذلك. يعني هذه القضايا التي يجب الاهتمام بها كما قال سي جلال منذ حين. قيس سعيد اليوم يهتم بشيء واحد، هو مسألة تركيز سلطته الانفرادية، وهو ينادي بهذه الجمهورية الجديدة بعد انقلب على الدستور، ويريد أن يخلق شيء جديد. هذه الجمهورية الجديدة جمهورية الفوضى، جمهورية تفكيك المجتمع وإلى غير ذلك. وطبعا هذه الحالة لن تدوم. نعم. لأننا في الشهرين القادمين من 25 جويلية يجب على المعارضة الوطنية والمقاومة الوطنية أن تنوع في قضية مقاومتها الانقلاب، يجب تهدئته، ويجب يعني سد الطريق أمامه لهذا الاستفتاء الجديد. وإذا كان لم ننجح في ذلك فإن لابد من اتخاذ، لأن هذا الاستفتاء لن يؤدي إلى الاستقرار. شكراً. بل بالعكس، هناك تونس ستصبح في فوهة بركان حقيقية. شكرا لك دكتور عبد الوهاب معطر، وزير سابق وأستاذ القانون الدستوري، كنت معي عبر الهاتف من تونس. سيد خالد العراك، باختصار شديد لو سمحت، هل نتوقع أي صدام بين الاتحاد وسلطة قيس سعيد؟ على كل، نحن لا نريد أي صدام مع أي جهة في تونس. نحن دعاة للوحدة الوطنية، دعاة للمحبة، دعاة للسلم الاجتماعي. نحن نعتقد أن الفلاح والبحار اليوم هو في واجهة الدفاع على الأمن القومي الوطني من خلال دفاعه ومن خلال تحقيقه للأمن الغذائي التونسي، وبالتالي نحن لسنا في وارد الدخول في أي معارك جانبية اللي تخلينا نبعد عن المعركة الأساسية، وهي تحقيق سيادتنا الغذائية وتحقيق أمننا الغذائي وتحقيق أمن الوطن. شكرا لك سيد خالد العراك، نائب رئيس اتحاد الفلاحين، كنت معي عبر الهاتف من تونس. سيد جلال ورغي، أخيرا وباختصار
لو سمحت. قلت بأنه هو يريد أن يكون لا يسأل عما يفعل، ولكنه يسأل الجميع ويتهمهم بالخيانة، حتى أنه اتهم الدستور التونسي بأنه كان سيفجر الدولة. سؤال اليوم بالفعل، يعني لماذا عجزت كل القوى السياسية والقوى المدنية أيضا في تونس عن وقف قيس سعيد عند حده؟ هو على كل حال زياد، مثل ما يقال، الجسم لا ينتفض مرتين. تونس خاضت تجربة، تجربة ثورة نجحت في إسقاط نظام بن علي، وذهب التونسيون بمختلف خلفياتهم الفكرية والاجتماعية والسياسية لبناء تونس الجديدة المتعددة، كانت في الحقيقة على ما فيها من مؤاخذات وعلى فيها من هشاشة، يعني مبعث اعتزاز وفخر لكل العرب وحتى الأصدقاء الديمقراطية من الغربيين، لأنها فعلا أقامت نظام معقول. ونحن لا نتحدث هنا على نظام مثالي، نتحدث على نظام معقول ليس فيه يغيب فيه التعذيب، تغيب فيه المحاكمات، على تغيب فيه السلطة الفردية المطلقة، لأنها لا يمكن أن تكون إلا مفسدة مطلقة. وبالتالي اليوم في الحقيقة الشعب التونسي الحقيقة زياد يقاوم، ولكن مقاومته بالطبع تختلف على يعني بداية 2011 عندما قامت ثورات الربيع العربي، ولكن تقديري أنه مقاومته في تصاعد. وشخصيا أنا أعتقد أنه قيس سعيد لن يستمر بضع أشهر قادمة حتى يسقط، يعني هذه تسقط هذه التجربة البشعة في مشهد تونسي كان في الحقيقة يحتفى به. وبالتالي اليوم الشعب التونسي بمختلف نخبه يقاوم بطريقة سلمية وحضارية، يبتعد على العنف، ولكنه في تقديري يجذر يوميا عزلة قيس سعيد وعزلة هذا النظام الانفرادي الذي لا يمكن أن يعني يستمر طويلا في تونس. أشكرك جزيلا سيد جلال ورغي الكاتب والباحث على حضورك معنا. أما أنتم مشاهدينا فانتظرونا بعد فاصل قصير.